معتقداتك موقفة فلوسك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يكون عندك معتقدات مش مخلية فلوسك تزيد، مش مخلياك يبقى عندك اكتر، وموقفاك وانت عمال تقول انا عايز اكتر، انا بسعى، الدنيا غالية، الدنيا انا مش ملاحق. حاجات زي ايه يعني؟ لو انا معتقد ان لما الفلوس هتيجي هيجي معاها مشكلة او هتاخد حاجة تانية، او الفلوس بتجيب دايما مشاكل، الفلوس بتفرق العائلات، الفلوس هتضطر اتعب قوي عشان تزيد، هضطر اشتغل ساعات كتيرة قوي عشان تزيد. في شوية من المعتقدات بس، في كتير قوي. انا حاصرة اكتر من 100 معتقد الناس ممكن تكون عندها بيأثر عليهم ان يبقوا يسعوا حتى يبقى عندهم فلوس. ممكن يكون عندي معتقد انا مش من عيلة بتفهم تجيب فلوس، انا معرفش اراعي الفلوس، انا مقدرش اجيب فلوس، انا تعليمي ما ينفعش يجيب فلوس كتير. كل دي معتقدات. انا سني دلوقتي ما ينفعش، انا مهنتي ما فيهاش زيادة فلوس. كل دي معتقدات وممكن نغيرها. مفيش حاجة من دي صح. في كل المهن في ناس جابت فلوس اكتر، في كل الاعمار في ناس عرفت تعمل مشروع او تعمل حاجة تجيب فلوس اكتر. مفيش حاجة من دي صح. لو في فرد واحد كسر المقولة دي يبقى دي مش حقيقة، يبقى ده اسمه معتقد. معتقداتك مأثرة على فلوسك، مأثرة على حريتك المالية، مأثرة عن طريقتك إنك تجذب المال، مأثرة على انفتاحك للأفكار اللي بتتعقلك إنك تفكر تعملها، مأثرة إن أنت حتى تطلب زيادة في الشغل لأن أنت مش معتقد إن أنت تستاهل، أو إن ينفع واحد بتعليمك أو بشكلك أو بسنك أو أيا كان بقى، أو بنوعك ست أو راجل، ياخد أكتر في المجال ده. أيا كان معتقداتك موقفاك. في برنامج صراع بلا حدود أول حاجة بنعملها بنشتغل على المعتقدات، وبنشتغل بطريقة علمية، واحد واحد، مستوى تفكيرك فيه قد إيه، مستوى اعتقادك فيه إيه، وندخل نشتغل عليه بالربط، ونشتغل عليه لغاية ما ده نخلص منه. وشوية شوية بتلاقي الدنيا اتغيرت، وشوية شوية هتفاجأ بحاجة تانية. قانون الكون بيدخل ويبتدي يجيلك فرص، وتستغرب، او المدير يناديك ويزودك، او المدير يعرض عليك شغلة تانية كنت قبل كده هترفضها، هتقول ايه ده، هو هيديني مرة ونص الراتب ده اكيد هيهلكني شغل، او هو هيديني مرة ونص الراتب يا ترى نقدر ولا لا، يا ترى ينفع انا ولا لا، ده انا مش عنديش انجليزي، ده انا ما عنديش كذا، يا ترى هيحصل ايه مع ده، يا ترى هخسر ايه قصاده. 100,000 معتقد كان بيوقفك. لو كنت اوريدي مشتغل على المعتقدات مفيش حاجة هتوقفك. دي عراقيل في الطريق، دي طوب وحجر وزلط وحاجات كتيرة قوي. لما نشيلهم يبقى الطريق سالك، يبقى لما تيجي الفرصة انا اقدر اقبلها. برنامج ثراء بلا حدود من احسن البرامج من 2013، ساعد ناس كتير جدا في العالم العربي وبره. ابتديت بإنجليزي وكان متعمل لبره، يعني قلت لازم يبقى عربي ولازم يتعاطى لأهالينا. برنامج ثراء بلا حدود من أحسن الطرق إن الواحد يبتدي ينفتح إلى يجذب مال أكتر، ويقدر نفسه أكتر، يرتاح ماديا، يبقى عنده حرية مادية. وأيوة الفلوس مهمة. أنا ميرات السكري. البرنامج لو عايزين تعرفوا عنه اكتر هتلاقيه تحت الفيديو ده، او اتصلوا بيا عن طريق الصفحة او عن طريق الماسنجر. عندكم طرق كتيرة للاتصال، والبرنامج داونلودبل، هتاخدوه هتنزلوه هتشتغلوا مع نفسكم في توقيتكم بوقتكم، تاخدوه في شهر، تاخدوه في شهرين، تاخدوه في 5، مش مشكلة، بس احسن معه سنة ولا سنة تعدي واحنا في نفس المعتقدات ونفس البهدلة المادية، والدنيا بتغلى والمسؤوليات بتكتر.